ما قلت لحضراتكم دائما ما يكون شعار عائلة الأهلي هو الأساس في كل شيء. وإن شاء الله في الأيام القادمة، أنا بقالي كام يوم بأعلن على هذا الأمر، ولكن إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك كشف حساب لمجلس إدارة النادي الأهلي، النادي الأهلي بورقة وقلم كده في كل البرامج إن شاء الله في شاشة قناة الأهلي خلال الفترة اللي جاية. النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي في بداية وجوده أو بعد انتخابه ككابتن محمود الخطيب رئيس لمجلس إدارة الأهلي وبقية أعضاء المجلس، قالوا هنعمل 1 2 3 4. إيه اللي تم تحقيقه وإيه اللي لم يتم تحقيقه؟ بالمناسبة في حاجات كتيرة جدا أو تقريبا البرنامج الانتخابي كله تحقق وأكتر منه كمان. هو ده الناس اللي بتبقى دايما خايفة على ناديها، هي دي الناس اللي دايما ما بتفكرش في حاجة تانية، ولكن أنا عندي 70-80 مليون أهلاوي وعندي أعضاء الجمعية العمومية عايز ارضيهم بكافة الأشكال، وأنا اللي باخد القرار دايما. وهو ده الفارق ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وأي حد تاني. مجلس إدارة النادي الأهلي هو اللي بياخد القرارات اللي شايفها من وجهة نظرهم هم أو هي الأصلح للجمهور النادي الأهلي ولأعضاء الجمعية العمومية. شفتوا حاجات كتيرة جدا أو عرفتوا أن حاجات كتيرة جدا حصلت في كل المقرات النادي الأهلي المختلفة، سواء مقر النادي الأهلي في الجزيرة أو مقر النادي الأهلي في مدينة نصر أو مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، وتم أيضا افتتاح فرع النادي الأهلي في الأقصر، وأيضا الأيام القادمة أو يعني حيحدد خلال الأيام القادمة متى سيتم افتتاح أو المرحلة الأولى في افتتاح فرع أو مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. وكده النادي الأهلي هيكون عنده 4 أو 5 مقرات الحقيقة إن شاء الله، إن شاء الله كلها تليق باسم وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي يستحقوا الحقيقة أكتر من كده بكتير كمان. و كل الوعود اللي تم اطلاقها مع بدايه انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي الحالي اللي متواجد لتنتهي فتره ولايته خلال الايام القليله القادمه او خلال الشهور القليله القادمه، كل الوعود اللي تم اطلاقها اعتقد ان هي مش اعتقد انا بأجزم على ان كل هذه الوعود تم الوفاء بيها ويمكن اكتر شويه. وده اللي هنقوله لحضراتكم، الورقه بتاعه النادي الاهلي او بتاعه الوعود اللي اطلقها مجلس اداره النادي الاهلي، وهنشوف ايه اللي اتحقق قدامها وايه اللي ما اتحققش من خلال كل مقرات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ان شاء الله ده انا وعدكم ان ده هيحصل خلال الايام القادمه.